Ja, du har startet den. Ja, er det ikke fint? Jo. تحية سلطان يا اخوتي، فهمتي عرفتو رغم المشاكل اللي كندوزو منها، ولكن اليوم غادي نعاود لكم واحد البيتزا ناكلوها ونهضروا فهمتي، باش نوريكم الراحة النفسية فهمتي. هذا الفلوق هذا بخاطر العياش، خاطر المخربات فهمتي ديال المخنز. المهم تحياتي. هاد الكنيسة اللي تشوف قدامها اخوت، هادي كنت قريت فيها اللغة الإنجليزية في كوبنهاغن سنة 2011. المهم غادي ندوز اخوت نشوف واش لعيبه قصيوها، من بعد ما عرفتش يعني اش نقول لكم، قصيوها ومن بعد نهضروا فهمتي. المهم تحياتي مدام عاد فين مشات، او تحيه سلطان هي جاي ناخذ واحد البلاصه هنا تيديروا فيها شي بيتزا زوينه. المهم اخوكم عارفوا باش تيمر بهاد الأزمة مع المخزن، بغينا يعني نوريكم الراحة النفسية التامة، لأن الراحة النفسية مهمة بزاف باش أنك تحل المشاكل ديالك. نقدر نقول لكم حتى كيفاش زعما كيفاش أنك تقسم المشاكل ديالك لأجزاء وتبقى تحل فيها، بلا ما تجيب مشكل وتحلو كامل في دقة واحدة صعيب، فهمتي مدام ليها. ايوا نديكم الخوت تحياتي. التوازن النفسي لي كيما هادشي جميع الاحداث اللي تتحدث معايا ما نسوقش ليها، ولكن بالنسبة للمشكل فاش يطرا بحال هذا الخوت خصنا نكونو، خصك تشوف المشكل اول حاجة بحال كيفاش ندير، معنا ارتيست ندير هادشي ديال 3D وهادشي، فاش نشوف شي ديزاين مثلا تيجيب لي شي واحد شي ديزاين تيكون 2D 6000 سكاي كامل با اوكي. البيتزا جاية في الطريق فهمتي، تدي لي تشويج هنا مالك هاد الكرشي هادي خاوية خص تتعمر عاد باش الراس يكون قاد الهضرة وداكشي فهمتي. بغيت نقول لكم فاش ندير مثلا ديزاين 3D وهادشي ديال الرسم وهادشي هذا، عندي الكام تهرب ليها شوية. المهم تنشوف ديزاين مثلا فهمتي، تنشوف الكونسيبت شندير انا فاش نشوف واحد الرسم 2D باش نحطو 3D، تنشوف هذاك الرسم تيكونو فيه بزاف ديال لي ديتاي، حيت لا بغيتي تحل يعني كيما تيقولو تقسم هذاك الديزاين لأجزاء وتبدا فيه، ما خصكش تبدا بشي بواحد الشكل يكون بحال تقول كومبلكس، خصك تقسم هذاك الديزاين لأجزاء، تولي أجزاء عبارة عن بريميتيف فهمتيني. بحال نقولو غادي نوريكم هنا في فيديو، غنحط شي تصويرة تتبين هاد الأمور هادي. ثانك يو. المهم غادي نحاولو. سلامي تيمين دانا اي فوالا نعم هذا تشيلي في دينار. اوكي دي مين دينار؟ يا تفايقو بس تشيلي في دينار. اوه يا البيتزا البيتزا مزيانة. المهم خلي لي دابا كاميرا ولا معاكم نستلطاو بعد وين يمشي هذاك، راه قلت لكم انا راه ما كاينش شي حاجه تجي تهرسني. المهم باش نكمل لكم هذاك التقسيم يعني الديزاين الاجزاء وهذاك الشيء، نقول لكم يعني هذه احسن بيتزا يعني في تاون. سبايسي
هذه انت هادو فو اكثر تشيلي فو هذيك يا بلد هذه بيتزا ديال نابولي انت مرة كان لي يجي يكتب لي العياقة وداك الشيء فهمت ممكن يكتب مع راسك اللي بغيت منه غادي نكرر ورجع لكم اخوت تاع مونكريشون نشرح لكم لي قضيه ديال ان المشكل يعني كاين واحد الكونسيبت ديال انك كيفاش تحل المشاكل تحل اي مشكل كيف ما كان وهادي تتسمى عباره عن يعني تيوري يعني واحد النظريه ممكن نظريه تطبيقيه يعني تطبقها في حياتك شي باب انا نرجع لك سلام نو ديز نو تاكنا سلام من يا شكرا شكرا يا المهم مدام 17 خرج ليها فهمتي المهم علينا المهم كلينا الخوت دابا عمرنا الكرش والمهم راس مرتاح ولا بغيت نقدر نقول لكم تاع ان هذيك الاسبوع فاش تمني يعني القرصنه ديال الفيسبوك ديالي من طرف هاد الناس هادو نقول لك يعني عندي دابا من طرا داك يعني السبت الجمعه السبت لحد اثنين ثلاث اربع خميس جمعه السبت لحد اثنين ودابا وي سمحوا لي الخوت انا الكاميرا عمرات عندي الميموار كارت ميموار عمرات ومحيت شي فيديوهات ودرت يعني ف ايوا كما قلت لكم دابا تقريبا من طرا داك المشكل هذيك الجمعه نقول مع هذيك 11 ولا 50 يعني الليله ديال السبت يعني حتى دابا ما راكش تشوفوها يعني ما نعش مزيان هاد الاسابيع كامل تقريبا تنعسر ديك 3 سوايع 4 سوايع ساعتين فهمتي لان تنبحث في هاد القضيه هادي وبغيت نحلها المهم وصلنا لواحد الحل فهمتي يعني ما يمكنش نقول كل شيء ولكن وصلنا يعني واحد الحل زوين لان فاش يضرني راسي انا عندي واحد الانسان يعني فضولي بزاف تيبغي يكتشف يعني ما عندي ما يتسالاو وانا تنظن اختراق خطره بشي بحال تقول بشي ادوات ديال القرصنه جداد فهمتيني و تيكون هادو عند مخابرات ولا شي ولكن هانيا هادشي ما تيزعزعنيش ولكن المهم انا اي يعني اي مؤامره و اي تخربيق و اي يعني مشكل بروحي انا يعني نستعد لداكشي حنا ما دخلناش لهاد الطريقه ديال باش يعني ان بحال هاد الامور هادي تزعز عندنا المبادئ ولا تزيد عندنا الفيجن ديالنا الرؤيه ديالنا و داكشي بالعكس غادي نستمروا غادي نستمروا في هاد الشيء هذا لان هذا هو الفساد تنطبقوا الشباب والمعارضين يكون عندهم واحد يكونوا واعيين بهذا الشيء فهمتيني ماشي غير اللي جا تهضر لي في هذا الشيء تقول كسي انت شكون وهذه انا حتى شي حاجه ولكن راه ما باغينش ناس بحالي ناس بحالي غير مرغوب فيهم داخل المغرب فهمتيني هذا الشيء راه معروف لان الابداع انا ديك الابداع اللي بديت في يوتيوب راه واحد شويه القليل تصوركم عندي الوقت فهمتيني راه ندير لكم شي حاجه يا سلام شي حاجه طوب يعني ما عمر حلم شي مغربي يديرها فهمتيني في حياته ولا شي واحد اخر يعني انا نتحدى دي زارتيست ولا الناس المعلميين نتحداهم لا الامريكان لا فرنسا اللي عجبك فهمتيني يعني عندي معرفة عندي واحد فاونديشن يعني مزيان بالنسبة هضرنا على المشكل دابا المشاكل كيفاش تحلهم هضرنا أي مشكل تيطرا لك خص تكون عندك واحد الأمر بحال تقول تشوف المشكل يعني كل مشكل والحجم ديالو فهمتيني تيكون مشاكل وتتقسم هذيك المشاكل لأجزاء لأن ما يمكنش تجي سمحوا لي ما يمكنش تجي وتحل المشكل بدقة واحدة تيتصعب الأمور شنو تدير تشد داك المشكل كما قلت بحال واحد الارض شي واحد صيفط لك شي تصويره ترسمها مثلا تتشوف ليه يعني الفيشال اكسبريشن يعني فين عندي يعني فين هو سترونغ يعني فين تيكون عنده مثلا تشوف يعني فين عنده الحروف ديال الوجه قويين وباينين فهمتي
تما تتبلوكي فهمتيني انت دير واحد البلوك تيتسمى هذا البريميتيف هذا البريميتيف هذا تما فاش تبدا باش انك تتهرس الديزاين وتتقسمه وتتبدا تبني فيه وتدير يعني نفس الديتاي اللي كاين في الصوره حقيقيه تديرهم نتايا لا في الراس ولا في الكروات فهمتي لذلك هذا واحد الكونسيبت زوين انك تابليكي حتى في حياتك مثلا تراك شي مشكل حاول ان هذاك المشكل تقسمه من صعب من اسهل لصعب لاصعب وغادي تبدا تحلو من هذيك الامور من البلاصه اللي يمكن لك تشدو فيها يعني اللي عندك فيها الكونترول غادي تحل هذا بمجرد انك تحل المشكل من هذيك الجوانب اللي هي سهله تطلع تيبان لك هذاك الصعب سهل حتى هو تتهرسو وتطلع الاصعب حتى هو فهمتي تشخشخبو فهمتي وتتحل المشكل هكا يعني اي مشكل يطرا في حياتك حاول انك تشوفوه حاول انك تقسمو الاجزاء فهمتي شنو هي المساله اللي صعيبه فيه شنو هي المساله السهله وشنو هي المساله اللي صعيبه بزاف فهمتي وتبدا بالمساله السهله وانت تتحل هذاك المشكل بلاص ما بنان تيتجز ولا غادي فهمتي حنا المهم تنحاول المعلومات اللي نعطيو لهم هذا الشيء برضو باش هما يحاولوا يخدموا دماغهم في المشاكل اللي توقع لهم كيف ما كان وانت منو هذا البلوغ هذا بغيت نديرو يعني باش نوريكم يعني نفسيا راه مرتاح يعني بخير لانني نتبع الامور ديالي والبق ميزه هادشي اللي كاين لان شي ناس اش نقول لك جهلتهم فهمتي درت لهم فهمتي ولاد المخزن خصكم تعرفوا هاد الناس اللي تيخدموا تما هما ولاد المخزن هاد ولاد المخزن ما باغيش بحال غادي يحاربوه ما باغيش بحال بزاف ما باغيش بزاف يعني حنايا تنشكلوا يعني خطر على الوجود ديالو تنشكلوا خطر على المصالح ديالو فهمتي ان الشعب يوعى وينوض وهذاك الشيء ما باغينش هذا الشيء هذا ما باغينش واحد يضرب في القداس هذا الملك اللي تيتخبى مورا ديما تيقول لك سيدنا الملك هادي وهانتيني فهمتي تيتخبى موراها ما بغاوش نهرسوا هذا النمط ديال التقليدي في الحكم اللي تيديروه هما ما بغاوناش نهرسوا فهمتيني والحاجه اخرى ان هاد الناس هاد ولاد المخزن اللي كاينين لا في المخابرات لا في يعني في جميع الاجهزه فهمتيني تحطوا ولادهم هادو حاقدين على الشعب بيناتهم هما وكاينه المؤامرات بيناتهم هاد المخبرين والتخريب حاقدين على بعضياتهم فهمتيني كاينه امثله عديده انت كون الشعب ما بغاوش لك تنجح بغاو لك تفشل ولو انك ما تكونش ضده فهمتيني وراه كاينه امثله عديده تصورت تدخل الاداره خصهم يسخسخوك فهمتيني البوليس يردوك بحال الكلب فهمتيني يدلوك وهذاك الشيء هذا هو هادو خصهم دي تاكتيك فهمتيني هادو واحد مجموعه ديال الادوات يلعبوا بها على النفسيه الانسان وتيفشل تيفشلو فهمتيني تديرها وتشوف تقول تفو الله يعطينا معكم الحق فهمتيني ولا شي حاجه وتولي غادي بهذيك السنه انا لا انا تنشوف هذا الشيء هذا وتنعبرو تنحاول نرجع للبيرسوناليتي ديالي وانني نفيريفي شنو هو الغلط شنو ياك ما يعني خرج عن الانضباط ديالي لا ديسيبلين وداك الشيء نحاول نراجع يعني نفسي مزيان ونشوف شندير في هذه وشندير في هذه ونحفظ يعني الخطوات ديالي ونشوف فهمتيني البلاصه اللي نلقى فيها الفراغ مثلا في شخصي ديالي نحاول حتى هي ندير فيها شي حاجه ولا نعمرها ولا نكونها ولا هادي فهمتيني ما يمكنش تكون مكون بجميع الجوانب صعيب هاد العباقره هما ما كنوصلوش لذاك المستوى ولكن يمكن لك توصل هاي ستيف بس يوم توصل بعد هاي سكيفي جو دوسك ترايك منو يوم نفسه تشيلو يا فهمت الخوت ال ال كما قلت لكم هاد الناس هادو حاقدين على ولاد الشعب وخصوصا تصوروا شخص تيضرب لهم هذاك الحكم التقليدي ديالهم فهمتيني ودخل هذاك الشيء ديال لا كولتور اوروبيان يعني الكولتور يعني الثقافه الفرق يعني ديال الاوروب في السياسه وفي النقد وفي السخريه وهذاك الشيء تنحاول انا يعني الاكسبورتي للمغرب فهمتي باش المغاربه يحاولوا انهم يتعايشوا مع هاد الدور يحاولوا يتعايشوا مع هاد الامور الجديده وهاد الشيء فهمتي لا كاين اللي كاين بنادم اللي تبروفوكي ولكن راه مزيانه يعني البروفوكاسيون مزيانه
نفسيا يعني حتى في عين النفس مزيان تروض لانه واحد النهار يولي هو يسول راسو علاش حنا عندنا هذا الملك هذا ولا هذا فهمتي تنقدسو علاش هادشي ما باغينش هما يوصل وانا تنديرها بالطريقه ديالي بسميتو تنحاول نكون بين يعني ما بين ما هو تكنولوجي وما هو تقليدي وما هو فهمتي داك الحماق ديال المغرب ونحاول نحط لك هذاك الشيء باش انها توصل الفكره للشعب فهمتي هادشي اللي بديت نيت في اليوتيوب ولكن اش غنقول بغاو يهرسونا ولكن حنا ما تهرسوش غادي نوصل غادي نكملوا في هاد الطريق هادي وراح اش نقول بنادم يحاول انه يراجع ديما يبدا يضبط الامور مع راسو فهمتيني حاول ديما تشوف راسك وتشوف فين عندك الفراغ وفين فادي خايف وفين هادي زوين وحاول انك تراجع راسك فهمتيني حيت انا حسيت براسي بحال الترخيط واحد المده قول غير قبل هاد القرصنه كنت بحال الترخيط شي شويه ولكن دابا عاوتاني توقفنا فهمتيني لان تجي هاد الامور هادي تتوقفك انا شي بحال هاد الامور كنت متوقع فهمتيني يعني ماشي شي حاجه يعني جاتني جديده ولا غريبه كون ربما انسان هادي توقع ليه ربما غادي تخوط ليه الاوراق ديالو ولكن انسان بحالي اللي عنده واحد القلب ديال الحديد فهمتي الكبده خشاب شي قنت دفن تما انا في شي حاجه ديك الكبده اللي تيهضروا عليها هما العاطفه وداك الشيء راه حطيتو انا واحد القنت دافن هذاك الشيء ما تيخرجش تنتعامل معاك باللوجيك فهمتيني باللوجيك نتعامل هذا ما كان المهم البروغرا غادي نكملوه دابا المهم سالينا الماكله هنا غادي ندوزو نضربو شي دواره نتشمشو مع كاين شويه الصاد هنا والصيف حتى ما حتى يكون زوين نتا الخوت وتحياتي المخزن الحقير فهمتي المخزن الحقير قال لك باغي يقرا المهم هذا الخطر هذا الفلوق في خاطركم كاع ولاد الشعب تحياتي انت اش مش النوم وفيتامين دي وداك الشيء يكون في هذا الفلوق هذا وخليه ولا هذاك الشيء المهم تحياتي وراه شي جيد Oh my god.